نبدا بالتشكيل الاهلي، بدا بالشناوي على اليمين، محمد هاني، اثنين سيرد باكات ربيع وعبد المنعم، على الشمال معلول، لعب بثلاثه في نص الملعب بديانج وسته، واثنين قدامه كوكا وامام عاشور، او كوكا هو اللي كان سته، ورضا سليم وتاو قدامهم موديست. ايه رايك الاول في التشكيل والخطه اللي بدا بيها كولر؟ هو كولر يعني من الناس اللي ما بتغيرش كتير، يعني في مؤخرا على طول تقريبا بيلعب 4 3 3، ودي حاجه ايجابيه جدا يبقى في الفرقه ليها طريقه لعب اساسيه. يعني حتى بنلاقي كل الكلام ده في كل الفرق اللي على المستويات الكبيره على مستوى العالم، المنتخبات الكبيره، الفرق المستوى يعني ليفربول، مان سيتي، بتلاقي على الاقل في مرحله كامله بيبقى في نفس طريقه اللعب. نادرا لما بيحصل تغيير، ولما بيحصل تغيير بياخد فتره، يعني بيفضل مكمل مش كل ماتش بطريقه هو بيعمل يعني مساله التدوير اللي عملها. لا اللعيبه ده وارد، اللعيبه ده وارد جدا طبعا، خصوصا النادي الاهلي كواليتي، عنده كواليتي. يعني انت حتى هتبص للملعب اللي في الملعب واللي بره الملعب، يعني لو مروان عطيه مثلا موجود في الملعب مكان اي حد من الثلاثه الراجل يبقى كوكا عمل ماتش كبير جدا في طبعا لعيب كويس. يعني انا بتكلم من الاهلي مهم يبقى في تثبيت للتشكيل وكل حاجه، لكن النادي الاهلي لا، النادي الاهلي طبعا عنده كواليتي وعنده سكواد يسمح له ان هو يقدر يشيل ده يحط ده، مش هتحس بفروقات. والدليل نتيجه المباراه واداء اللعيبه كلها اللي كانت مشاركه. يعني الاهلي طبعا انا يعني حتى من الموسم اللي فات انا شايف الاهلي مع كولر، لا انا حتى انا قلت فرقه الاهلي فرقه مفتريه حقيقي والله. يعني حتى انا بتكلم ان حتى على المستوى البدني وحتى النمط العضلي والنمط الجسماني لعيبه الاهلي اختلف جدا. حتى في الماتش يا كابتن لو اكيد خدت بالك ان كمان كولر كان بيلعب على التحولات من في ظهر الاثنين الباكين بتوع المصري، سواء حسين السيد او كريم العراقي، يعني لعب من وراهم وده باين في الجون بتاع بيرستاو اللي امام عاشور لعبها له في ظهر حسين السيد. مظبوط. وطول الماتش بيلعبوا على الحته دي، يعني بيستغلوا المساحات اللي ورا الباكين. هو الاهلي كمان مبقاش يسمح للفرق انها تدخل حتى في نص الملعب. الاهلي حاليا بقى من اول ثانيه من بدايه الجيم بتلاقيه ضغط عالي، بيحاول يخلص الكره بسرعه، وهو اللي يدور الكره ويبقى الكره دايما في حيازته. يعني لو اتكلمنا عن تشكيل المصري، بدا بجاد قدامه باهر المحمدي ودبش، حسين السيد على الشمال، كريم العراقي على اليمين، في نص الملعب امادو ومحمود حماده وسمير فكري 8 و10 او 8 يعني 6 8 وقدامه الشامي وميدو جابر ومروان. طبعا المصري برضو عنده سكواد محترم وكابتن علي، يعني هم فرقه طبعا كافراد كانوا فرقه كويسه جدا، ممكن عملوا بدايه الجيم ما لهمش خطوره قوي، ما لهمش فرص، لكن كانوا بيحاولوا يلعبوا جيم مفتوح. لكن الاهلي يعني احنا برضو مش يعني انا مش بتكلم ان المصري في قصور، على قد ما ان الاهلي فعلا فرقه المصري اللي بدات دي على الورق فرقه جامده جدا. لا طبعا يعني جدا يعني امكانيات لعيبه بالنسبه لي من جداً. اهم فراوده في الدوري المصري، سمير فكري سافت من اهم لعيبه الدوري. بس الفكره ان هو لعب سمير وميدو جابر والشامي وهم التلاته بيلعبوا في حته واحده اللي هو على ناحيه الشمال، يعني هي ممكن دي تكون عملت شويه الفجوه الفنيه وعدم الربط. ميدو عشان اشول ممكن كابتن علي بيحب الوينج دايما يستلم على الخط ويدخل جوه الملعب بيبقى على عدلته وميدو بيقدر يعمل دي، وهو ميدو مميز ان كورته سليمه ومراوغ جيد ومصوب جيد. يعني بغض النظر عن التشكيل طبعا دي كل مدرب هو اضرب بظروف فرقته وحالتهم وحاله لعيبته، لكن هم في الاخر ال 11 لعيب اللي في الملعب لا خبرات كبيره، يعني منهم كتير جدا لعيبه دوليين، يعني باهر محمد لعيب دولي، مروان حمدي لعيب دولي، حسين السيد لعيب دولي، ميدو جابر لاعب، سمير فكري انا شايف ان هو من اهم لعيبه الدوري الممتاز السيزون اللي فات، كان فارق جدا مع الداخليه ومن اسباب بقائه 10 طبعا كريم العراقي لعيب اولمبي، يعني كلهم لعيبه خبرات كويسه وفرقه كويسه.